فلازم أول قاعدة أنا أذكر بها نفسي وأنت تذكر بها نفسك، إن الذنوب لها أثر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني أنا لما أحدث ذنب فده بيأثر تأثير فوري على مسألة الرزق في مسألة التضييق يعني. وده وإن دل فبيدل على إن ربنا سبحانه وتعالى أراد بي خير. ربنا أراد بي خير إن أنا لما أذنب أعاقب. ليه؟ علشان أرجع. وإلا فأنا بقى لو كل ما ببعد عن ربنا سبحانه وتعالى أمور الدنيا بتتيسر إلي فهذه مصيبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج. يعني الإنسان لما بيكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه من أمور الدنيا الشيء الكثير، وهو في نفس التوقيت مصمم إن هو يكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فدي مصيبة، لأنها علامة يعني سخط من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الأمم السابقة قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، لما ابتعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى وخالفوا أوامره، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني ده مش من علامات الرضا، يعني ربنا لما بعدوا عن ربنا ربنا ادالهم كل حاجة. فكون ان انت لما تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى ربنا ضيق عليك، فاعلم ان فيك خير، فيك خير. لان الله عز وجل ان ابتعدت عنه فاعطاك الدنيا فاعلم انه او ان قدرك عند الله عز وجل ضعيف، وقد لا يكون لك قدر عند الله سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل يستدرجك بنعمه سبحانه وتعالى. زي ما كتير ناس يقول لك الحمد لله احنا ربنا موسع علينا والخير كتير والاولاد كتير، وهو نفس الشخص تلاقيه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، تلاقيه من اشد الناس يعني إقامة على معصية الله سبحانه وتعالى. قد يكون بيتعامل بالربا، وقد يكون لا يصلي، وقد يكون بيعق والديه، وقد يكون قاطع لأرحامه، وقد يكون عنده استكبار، وفي الآخر خالص هو شايف إن عشان ربنا سبحانه وتعالى مديله فلوس إن هو كده على خير. فهذه مصيبة كبيرة جدا. فكنت اتكلمت على إن مسألة إن العبد يعاقب بالذنب، مسألة أن العبد يعاقب بالذنب فهذه علامة على أن فيه خير. لكن المهم أنه يفهم الرسالة بقى، يفهم الرسالة. أنا لما ربنا سبحانه وتعالى لما أذنب وربنا يعاقبني فالمفروض أن أفهم فأترجم فورا فارجع وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأترك هذا الذنب. طول ما ذنبك بيأثر في رزقك فاعلم أن لك قدر عند الله سبحانه وتعالى. إمتى تخاف بقى وتقلق وفعلا يعني الموضوع بالنسبة لك يكون خطر؟ لما تكون أنت عايش غلط وربنا سبحانه وتعالى موسع عليك في امور الدنيا. فانت لازم بقى هنا تعرف ان انت كده في خط احمر او في منطقه خطر. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من عباده الاوابين المنيبين، يعني الذين يرجعون اليه سبحانه وتعالى سريعا عندما يخطئوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. ثم يتوبون من قريب. من علامات العبد الصالح ان هو لما بيغلط بيرجع فورا. سواء شاف أثر الذنب أو ما شافوش، ما بيستمرش، ما بيتماداش. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه للصحابة: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد خمس أنواع من الذنوب، كل واحد بيترتب عليه عقوبة في الدنيا، كل واحد بيترتب عليه عقوبة في الدنيا. فأنت لازم تكون من القواعد الثابتة عندك الأساسية عندك ان انت تكون عارف ان الذنب له اثر، له اثر في رزقك، في حياتك، في اولادك، في زوجتك، في عملك، في علاقاتك بالناس. فدي قاعده ثابته خلاص. احنا دلوقتي لازم كده احنا بننطلق من القاعده دي، ان انا دلوقتي عارف ان الذنب له اثر، وانا لو تجرأت على الله سبحانه وتعالى واستكثرت من الخطا فده هيعود عليا بالتضييق. طيب انا خلاص انا عاوز اخرج من القصه ديت واخرج من هذا الضيق. اول طريق للخروج واول حل، انا كنت كتبت في عنوان البث اظن يعني اربع حلول لكل ازمه تقريبا، يعني اول حل ان انت تتقي الله سبحانه وتعالى. وانا حقيقه عاوز اتكلم في اتجاه معين بالنسبه لمساله التقوى. التقوى العلماء يعني عرفوها تعريفات كتيره جدا،
ومن هذه التعريفات هو فعل المأمور وترك المحظور، إن أنت ما تبيتش نية المعصية، ما تبيتش نية المعصية. كل واحد مننا لابد أن يخطئ وأن يصيبه قدر من السيئات، لازم، ما فيش حد مننا يسلم من ذلك. ولكن فرق كبير جدا بين إنسان هو طالع من بيته، هو رايح يعمل غلط، هو رايح يعمل غلط، هو طالع عنده ميعاد محرم، عنده حاجة غلط طالع يعملها، وبين إنسان طالع، لا هو مش في دماغه القصة دي، هو طالع الأصل إن هو مبيت نية طاعة الله سبحانه وتعالى، مش طالع يعمل غلط، طالع وخلاص. ولكن لما خرج يعني قدر إن هو يرتكب ذنب معين، فمستحيل الاتنين يتساووا مع بعض. إن واحد نايم نايم وهو عارف إن هو بكرة الصبح طالع طلعة غلط، وواحد نايم وهو عارف ان تاني يوم هيستقبله خلاص عادي خلاص مفيش اي نيه لمعصيه، مستحيل الاتنين يتساووا. فاللي انا عاوز اقوله لك ان انت لا تبيت نيه المعصيه. يعني انت دايما تعقد نيه طاعه الله سبحانه وتعالى، وهل ده معناه ان انت مش هتغلط؟ لا، انت هتغلط وانا هغلط، واي بشر طالما فيه نفس لابد ان يخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكون ان انا اغلط ده موضوع احنا مش هننفك عنه ولا هينفك عننا. ولكن الفكره بحالها في فلسفه الخطا، الغلط ده انت مع سبق الاصرار والترصد، ولا هو يعني جاء بغير ترتيب مسبق؟ هو ده الموضوع اللي انت لازم تشغل بالك بيه، ان انت تكون دايما مبيت نيه طاعه الله سبحانه وتعالى. انت طالع الصبح تشتغل، طالع تسعى على رزقك، انت طالع نيتك ان انت عاوز الحلال، عاوز الحلال، وطالع نيتك ان انت هتطيع ربنا سبحانه وتعالى، ستطيع ربنا سبحانه وتعالى، وطالع نيتك ان انت هتتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعت. ده انت كده تكون دخلت في زمرة المتقين. لكن انت بقى لو طالع مش فارقه معاك تكسب حلال حرام، تغش ما تغشش، طالع ان انت مش فارقه معاك، انت طالع تقابل مقابله حرام، طالع تعمل حاجه تقعد قاعده فيها حرام، دي مصيبه. هي دي بقى، ده باب الفقر كله اللي انت بتفتحه في حياتك، النيه الفاسده دي. فانت اول سبب من او اول حل من الحلول او من حلول الازمات، ان انت تبيت نيه طاعه الله سبحانه وتعالى، وده من اصول التقوى، ده من اصول التقوى. طيب انا خلاص انا عملت كده، انا خلاص بيت نيه الطاعه، وانا خلاص عمري ما هخرج من بيتي ولا عمري هنام الا وانا مبيت نيه طاعه الله سبحانه وتعالى، ولا هتحرك في اي حركه الا وانا نيتي ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى. جميل، ايه اللي هيترتب على ذلك؟ لا ترتب على ذلك انت كده اتقيت ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا جماعه والله ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، مش وعدي انا ولا وعد حد ليك، ده وعد ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى خلاص الموضوع عندك انت، انت اتقي الله على طول ربنا سبحانه وتعالى يوفي لك ما وعدك، يجعل لك مخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب. تحتها في نفس الآية في نفس السورة ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يسرا، تجد حياتك ميسرة، مفيش تعقيدات، ربنا وقف لك ولاد الحلال كما احنا زي احنا بنقول يعني، تجد أمورك بحالها ماشية يعني. لكن ما تبقاش الحياة مكلكعة وكلها مفيش أي حاجة سالكة. تتقي الله ليك عند ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل لك مخرجا وأن يرزقك من حيث لا تحتسب وأن يجعل لك من أمرك يسرا. فليه تحرم نفسك من الخير ده؟ ليه أنت ناوي لا حابب تصدر نفسك في حتة سد؟ عجيب سبحان الله العظيم، إحنا طبعنا غريب. أنا لما بقول لك اترك هذا الأمر المحرم، هو أنا بقول لك اتركه علشاني؟ ولا علشان مثلا أنت هتحط حاجة في جيبي مثلا، ولا أنت في نفع هيعود عليا؟ ما حصلش والله. أنا بحاول أختصر عليك الطريق. بحاول اختصر لك الطريق، بدل ما انت عمال كده هتقعد بقى تضيع وقت وجهد على الفاضي، انا بقول لك اختصر الطريق. فانا فاكر ان كان في حد معين، فقلت له يا فلان احنا، انت لو عاوز بقى الدنيا معاك تتظبط وكده يعني بلاش تعمل الحاجه الفلانيه دي. قال لي لا والله مش هقدر. طب بس شويه. طيب خلاص، انت اللي بتضيق على نفسك، انت اللي بتضيق على نفسك. ليه هو الموضوع يعني محسوم؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى عدم تبييت نية المعصية. عدم تبييت نية المعصية. وخلاص، طب ما انت بقى، انت دلوقتي شوف بقى، عيش الموضوع كده بدماغ ايه وفكر ايه. كل حاجة غلط انت في نيتك مصمم ان انت هتفضل تعملها، دي ليها أثر في تضييق الرزق عليك،
لها أثر في أن يضيق صدرك، لها أثر في أن أنت يعني يفرق عليك شملك، لها أثر في أن الدنيا تتكعبل معاك. أنت بقى احسبها، أنت يسر على نفسك وسهل الأمور على نفسك، ما تصعبهاش على نفسك. انت دلوقتي النهارده انا محمد مثلا بعمل واحد اتنين تلاتة، تلات حاجات غلط. انا والله تركت اتنين منهم النهارده، خلاص ما عادش هعملهم. انا كده يسرت على نفسي تلتين المرحله. طيب انا جبت التالتة معاهم، انا كده خلاص انا كده منتظر وعد ربنا سبحانه وتعالى. طيب انا بقى محمد عندي واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة غلط بعملهم، بس معلش سامحني مش هقدر اسيبهم. لا لسه شويه. طيب خلاص براحتك لسه شوية، بس انت اللي هتحصد شؤم هذه الاشياء، انت اللي هتحصد شؤمها. فاصبح دلوقتي انت لازم تكون مقتنع، لازم يكون عندك يعني عقل تعقل به الامور. انت عاوز ايه؟ انت نفسك في ايه؟ نفسك في امور الدين وامور الدنيا؟ نفسك في خير الدنيا والاخرة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة. انت عاوز ايه؟ عاوز المال والغنى وان تكون يعني حياتك يعني سعيده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. والله العظيم ما فيش افضل ولا اجمل من ان انت تعيش وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجه هتفوتك، ما فيش خير هيفوتك، وهتنعم في الدنيا والاخره، هتنعم في الدنيا والاخره. واحنا جربنا الغلط، والناس كتيره جربت الغلط، ما حدش خد منها حاجه، والطرق بحالها مسدوده والله، اعمار بتضيع على الفاضي، وسيئات بتملى بها الصحائف على الفاضي، وامور بتتكعبل، وقصه كبيره يعني. فانت وفر على نفسك وسهل على نفسك، بس انت تعبان وهتفضل تعبان كل ما بتبعد اكتر. فخلاص يبقى انت من النهارده لازم تكون عارف، انا عشان برضو يبقى الكلام مرتب، انت عشان تكون عارف النهارده التقوى ان انت ما تبيتش نيه الحرام، ما تبيتش نيه الحرام. فانت شوف بقى النهارده نفسك، اقعد مع نفسك كده، انا بعمل ايه حرام؟ بعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه، خلاص انا مش هبيتهم، خلاص مش هعملهم تاني لله سبحانه وتعالى. كده انت اتقيت ربنا سبحانه وتعالى، خلاص انت كده اديت اللي عليك، ربنا سبحانه وتعالى يديك بقى الذي هو لك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وخد بقى عندك: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ربنا يجعل في حياتك البركه، في اولادك، في مالك، في سعيك، في صحتك، في قولك. يا الموضوع لا يوصف، لا يوصف. هو موضوع حاجات بتتحس، هي حاجات بتتحس وواقع بيعيشه الانسان نفسه. فانت ليه تحرم نفسك من الخير؟ ليه تحرم نفسك من الراحة؟ ليه تحرم نفسك من الأنس بالقرب من الله سبحانه وتعالى؟ فيبقى أول حل لأزمتك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى أنت تتقي الله سبحانه وتعالى، لا تبيت نية المعصية. طيب ماشي، أنا مش هبيت نية المعصية، بس الأيام اللي احنا فيها صعبة، صعبة، المعيشة غالية جدا، واحنا عايشين كارثة، يعني كارثة غلاء وفتن وبلاوي سودة احنا عايشينها فيها يعني. انا فاهم، انا معاك برضو، نعيش في نفس الزمان. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما وعد مطلق، وعد مطلق يعني ايه؟ يعني غير مقيد بزمان او مكان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب ده في سنة بس، في سنة معينة وسنة لا ما حصلش، في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان انت اتق الله، وربنا سبحانه وتعالى يعطي لك ما وعدك. يبقى ده اول حل للأزمة، علشان الوقت ما يطولش يعني. الحل الثاني من، علشان بقى احنا دلوقتي احنا متفقين ان احنا عايشين ازمه. عموما المجتمع المسلم كله عموما في كل مكان في العالم عايش ازمه. فاحنا دلوقتي عايشين ازمه، احنا عاوزين ان احنا ما نتاثرش بيها التاثر الكبير او حياتنا دي مشي. يبقى اول حاجه التقوى، ان انت تتقي الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه إن أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى، تكثر من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في المجلس أكثر من 70 مرة، وهو قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إن أنت تعمل لنفسك كده، ده علاج، أنت بتعمل لنفسك علاج، هتعمل لنفسك ورد استغفار. النهاردة مثلا أنا هستغفر ربنا 50 مرة، بكرة هيبقى 100، بعده هيبقى 150. كل ما تستغفر وتستكثر من الاستغفار،
ده سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يمدك بمدد من عنده. قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. انت عاوز ايه؟ ربنا بيقول لك استغفرني. طب انت لما تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتكثر من الاستغفار، ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك خيرا كثيرا. انت عاوز ايه؟ عاوز امور الدنيا هيديها لك مع امور الاخره. يبقى انت لازم كده، ده الحل الثاني، ان انت تكثر من الاستغفار. اعمل لنفسك ورد استغفار، ده علاج ليك يعني. يبقى المساله الثانيه او الحل الثاني انت تكثر من الاستغفار. الكلام اللي انا بقوله ده يعني يا ريت تكتبه. اول حاجه تقوى الله سبحانه وتعالى، انت ما تبيتش نيه معصيه الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه ان انت تكثر من الاستغفار، تكثر من الاستغفار. الحاجه الثالثه ودي العجيبه بقى، ان انت تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، تنفق في سبيل الله. طب ده احنا بنتكلم عن دلوقتي الجو يعني الدنيا فيها غلا والناس عايشه بالعافيه. والناس عايشه بالعافيه، بس انت لو انفقت الموضوع معاك هيبقى ايسر من اللي عايش بالعافيه ده. طب ازاي الكلام ده؟ ده وعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. فهو يخلفه يعني الحاجه اللي انت هتنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيدي لك بدلها. ده وعد ربنا سبحانه وتعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أنا دايما بقول المثال اللي أنا هقوله ده، بقول إن أنا لو مثلا علاقتي بيك كويسة وأنت مثلا ما جربتش عليا كذب قبل كده يعني، وقلت لك يا فلان إدي فلان ده 100 جنيه وأنا هديها لك الأسبوع اللي جاي، هديها لك من معايا يعني، هتديها له ولا مش هتديها له؟ هتديها له. ليه؟ ثقة في وعدي. لان انت شايف ان انا انسان كويس وعمري ما كذبت عليك، فخلاص انت واثق في كلامي. سيبك بقى مني خالص بقى، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوعدك، بيقول لك: يا فلان لو انفقت سانفق عليك. طب انت تثق في وعد المخلوق اللي هو انا او اي حد الذي لا يملك من الامر شيء، ولا تثق في وعد الله سبحانه وتعالى؟ الشيطان ملعون. يجي لما تيجي تنفق يقول لك: اما انت ما معكش فلوس اصلا انت. طب ما هو في المقابل ربنا وعد ان هو هينفق عليك وهيخلف عليك، هو ربنا وعد. يبقى انت كل ما تشتد عليك الازمه انفق، انفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وخلي نيتك كده: يا رب انا انفق علشان انت هتديني. ده وعد ربنا سبحانه وتعالى: يا ابن ادم انفق انفق عليك. يبقى احنا النهارده في الازمه اللي احنا عايشين فيها، الازمه الماديه مع الغلاء وارتفاع الاسعار، انفق في عز الازمه انفق. ليه؟ علشان تستجلب فضل ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعد لو انفقت هينفق عليك، يبقى الموضوع عندك انت دلوقتي. هتيجي تطلع من جيبك فلوس علشان تنفق، هيجي الشيطان يقول لك: اصل انت ما معكش، اصل انت الفلوس هتخلص، اصل انت وراك حاجات عاوز تشتريها، اصل العيال عندك مش عارف عاوزين ايه، وانت عندك دي امور الشيطان بيعرضها ليك. في المقابل في وعد من ربنا سبحانه وتعالى ان انت لو استمرت وانفقت بالفعل خلاص انت الموضوع بالنسبه لك طلع من ايدك. فاضل ايه؟ فاضل ان ربنا يوفي لك بوعده سبحانه وتعالى: ومن اوفى بعهده من الله. فانت في عز الازمه انفق، انفق تستجلب بذلك الخير من الله سبحانه وتعالى. والله لولا ان الوقت يعني هيطول لذكرت مواقف كثيره جدا لناس جربوا المساله دي، جربوها ينفق من هنا ربنا سبحانه وتعالى يعوضه اضعاف من الناحيه الثانيه. بس انت تنفق وانت عندك يقين في كلام الله سبحانه وتعالى وفي وعد الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد قال إيه؟ قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. اللي بيبخل ده بيبخل على نفسه. فخلاص أنت بقى لما تبخل وهتقول لا، هتحسبها بقى بحساباتنا البشرية كده، خلاص يا عم احسب براحتك، خلي فلوسك معاك، هي العشر جنيه اللي في جيبك، المية جنيه اللي في جيبك هتفضل 100 جنيه، الألف جنيه اللي معاك هيفضل 1000 جنيه. بس لو طلعته لله سبحانه وتعالى او طلعت جزء منه، هنا بقى انت فتحت باب الزياده. فلازم تكون فاهم الفلسفه دي، فلسفه الانفاق، ان هي انت كل ما تنفق بيفتح لك باب في التوسعه وباب في الخير من الله سبحانه وتعالى. طب انت ما انفقتش، الباب ما انفتحش. يبقى دي المساله رقم 3، فان انت تنفق. المساله رقم 4 والاخيره بقى بالنسبه للحل الرابع، يعني
القرآن. القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وفي آية أخرى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فالقرآن فيه بركة، فيه بركة. كل ما تقترب من القرآن على قدر اقترابك منه على قدر ما تكون البركة في حياتك. يعني أنت لو بتقترب من القرآن تلاوة البركة في حياتك هتكون على قدر ما تقرأ. طب أنت اقتربت من القرآن قراءة وحفظا، البركة هتزيد. اقتربت من القرآن قراءة وحفظا وتعلما، البركة هتزيد. كل ما تقترب من القرآن وكل ما يكون لك حظ أكبر من القرب من القرآن، أيا كان بقى نوع القرب ده، كل ما كانت البركة في حياتك أكثر. والله سبحان الله العظيم، حاجات يعني واضحة جدا، بس كتير من الناس للأسف يعني ما بيتخذهاش منهج في حياته. والله يا جماعة الحاجات دي هتريحنا في دنيتنا، هتريحنا، هتعيش مرتاح، هتعيش سعيد، هتعيش مش ناقصك حاجة. الحلول، الحلول دي حلول كلها ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وعد بيها. يعني مش بقى مش بقولك ان فلان الفلاني قال وعلان العلاني عمل، دي وعود من الله سبحانه وتعالى. يبقى انت من النهاردة لازم يكون ليك حال تاني مع القرآن، كل واحد على قدر استطاعته، على قدر تعليمه، على قدر فهمه، على قدر امكانياته. المهم ان انت مفيش حاجة اسمها يبقى القرآن ملوش نصيب في حياتك، ملوش نصيب في يومك. انت كده بتقفل يعني كنز من البركة، بتردمه. فالقرآن ده على قدر ما تتزود به او تتزود منه على قدر ما تكون البركة في حياتك. يبقى دي المسألة رقم 4. يبقى دول 4 حلول لو انت حافظت عليهم بإذن الله 4 عامين، بإذن الله حياتك هتتغير في اي زمان وفي اي مكان.